إلى تورام. فرنسا تقترب أكثر فأكثر من تحقيق الحلم. دينيلسون مع الكرة، أغلى لاعب يفقد الكرة أمام لوبوف مدافع تشيلسي. دوغاري، زيدان، دوغاري ليس متسللا، دوغاري ينفرد، صاحب أول هدف لفرنسا يضيع فرصة تسجيل ربما آخر هدف لفرنسا في البطولة، رابع حالة انفراد. طبعا ذكاء كبير كان من زيدان في هذه التمريرة الثنائية مع صديقه دوغاري، ورابع حالة انفراد، هذه فضيحة للدفاع البرازيلي في هذه المباراة النهائية على كأس العالم. هذا يؤكد فعلا ضعف الدفاع، وكرة دوغاري ذهبت عرضية، وبارتيز طبعا يندب حظه. كانت ستصبح خسارة البرازيل مدوية، خسارة ثقيلة، ثلاثة أهداف نظيفة لم يحدث أن انتهت بها مباراة نهائية من قبل، رغم أن فارق ثلاثة أهداف حققه البرازيليون مرتين، 4-1 على إيطاليا عام 70 و5-2 على السويد عام 58، ولكن أن تنهزم البرازيل وفي مباراة نهائية بهكذا نتيجة لهو أمر أكبر من أن يطيقه البرازيليون الذين كتبوا في صحافتهم زاغالو أنت وأبناؤك.